صار لي 6 شهور داخل الأكاديمية، ودخلت لهالأكاديمية حتى أطور من موهبتي لكرة القدم، وخاصة إنه قليل من البنات اللي بالمنطقة أو ببلد بصورة عامة مشاركين بهالرياضة، وأتمنى يكون عندنا ملاعب نظامية ودعم حتى أمثل بلدي بشكل عام وناحية بارطلة بشكل خاص. الرياضة يعني من أيام الطفولة إحنا رياضيين، فحبينا نشكل فريق رياضي، واعتمدنا خاصة يعني إنه الفكرة نسويها للبنات وللأطفال الصغار، وركزنا على البنات لأن طلعوا من ظرف كلش صعب، كان احتياجات كثيرة. هسه إحنا الاعتماد كله ذاتي، يعني على مثل ما يقول من جيوبنا الخاصة، اللي يريده يعني من مسؤولي الرياضة أن ينتبهون للشباب، ينتبهون للشابات اللي يلعبون هاي الرياضة، وخاصة إحنا رياضة كرة القدم عندنا بالعراق كلش ضعيفة. طبعا احنا نعاني صعوبات كلش هواية في ناحية بارطلة، كون انه بارطلة مجتمع صغير وما بي اي متنزه او ترفيه بالنسبة للبنات، فاحنا نحاول شقد ما نقدر نجمع البنات اللي موجودة بالمنطقة ونجيبهم للملعب حتى يترفهون عن نفسهم.